بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، انتقلنا إلى سن آخر، إلى سن اللقاية، وينطلق بحفظ الله ورعايته شوط اللقاية المفتوح لأصحاب السمو والشيوخ. وجائزة هذا الشوط أيضا كأس غالي على قلوبنا جميعا، كأس سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة أم القيوين حفظه الله ورعاه، الذي يرعى برعايته الكريمة هذه الانطلاقات دائما وأبدا، ويحثنا على التمسك بالعادات والتقاليد. شكرا يا أبو راشد، شكرا. أيضا هناك سيارة بالإضافة إلى الكأس الغالي، هناك سيارة ثمينة جميلة وقدم من سيب بن علي بكليب. الله، شوط اللقاية، شوط لقاية أصحاب السمو والشيوخ، والشعار الأزرق شعار النصر يتقدم هذه الجموع منذ البداية. يا سلام، هنا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي، انطلقت مبكرا وانتقلت إلى المركز الأول بدون منافس على الإطلاق. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وأرى هنا الشاهنية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث هنا الظافرة لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة المكتوم مع نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. هنا بن صوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث هنا الشاهنية لسمو الشيخ أيضا سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع، وصلت هنا لفتة جميلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي. المركز الخامس، هنا ملامح لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان مع النجم الساطع ناجم بن علي الغيلاني. ننتقل مباشرة إلى المركز السادس، وهنا الظبي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع يمعة بن خميس لغويص السويدي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، هذه نتيجتنا للستة المراكز الأولى المتقدمة في شوط الكاس لسن اللقاية. شوط الكأس الذي يحمل الاسم الغالي، اسم سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة أم القيوين حفظه الله ورعاه من كل شر ومن كل مكروه يا رب العالمين. قولوا آمين جميعا، آمين بإذن الله تعالى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الشاهنية، السلالة الشاهنية. الله، دائما تسيطر على جميع الأشواط، سواء في أشواط الكؤوس أو أشواط السيارات والخناجر والسيوف. هذه الشاهنية تعود ملكية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهذا الشعار اللي ما تغيب عنه الشمس أيضا في كل مكان، ألا أيضا المضمر أحد الخبراء خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، هنا لفتة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي. ننتقل مباشرة إلى العنود، وأول إذاعة لضيفتنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه العنود تعود الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع سالم بن حمد البطين المضمن راعي العمالة. ننتقل إلى المركز الرابع بن صوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي هو يضمرها. المركز الخامس أصبح من نصيب ملامح، وملامح تعود ملكيته لسمو الشيخ
زايد بن هزاع بن زايد آل هيان، مع أيضا ناجم بن علي الغيلاني الملقب بالنجم الساطع. نعود إلى المركز السادس، المركز السادس هناك، المركز السادس، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الشاهينية، نعود إلى الصدارة. الصدارة جميلة، الصدارة حلوة، الصدارة دائما متميزة، وهذه صدارة نصراوية، الصدارة نصراوية بهذا الشعار الأزرق المعروف، شعار النصر، شعار القوة، شعار الإثارة، شعار الذي دائما يشجع مالكه كل السباقات في كل ميدان. لون السماء ولون البحار، هذه اللي في المركز الأول الشاهنية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هنا لفتة تبغي لها مراقبة، لفتة تبغي لها لفتة جميلة، لفتة أيضا اللي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بن ضبيعة، ولكن وصلت العنود. الله الله الله، تبغي الكاس، يتجه إلى المملكة، تبغي تأخذ الكاس، تبغي تهدي الكاس إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. هذه العنود عاندت الجميع، غيرت النتيجة. العنود في المركز الأول لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع راعي العمالة سالم بن حمد البطين المري. يا سلام، ولكن هنا الشاهينية عندها المحاولة الأخيرة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن العنود والكأس، الكأس يلمع، الكأس يلمع، والعيون تدمع، والعنود معاندة. يا سلام يا العنود، يا سلام العنود بهذا الشعار، الشعار الملكي الأخضر المتميز لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وتهانينا لسالم بن حمد البطين. هذه لحظات الوصول، تهانينا. المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد، المركز الخامس ملامح لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد، المركز السادس أيضا لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان. هكذا النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء. التوقيت الزمني وللعنود، هي صاحبة الكاس في سن اللقاية، العنود وذهب الكاس وعبر الحدود الكاس إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لأشقائنا. فوزهم هو فوزنا، وفوزنا هو فوزهم، دائما نحن يد بيد. والتوقيت الزمني 7 دقائق 55 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وتهانينا لسالم بن حمد البطين اللي يت في المركز الثاني الشاهنية، قطعت المسافة في 7 دقائق 56 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي يت في المركز الثالث لفتة، حيث أنها قطعت المسافة في 7 دقائق 57 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا